فرحة أيوب البردعي لا تتصور بحصوله على دراجة هوائية، شأنه شأن 500 تلميذ بواحة النخيل يقطنون بعيدا عن المؤسسات التي يدرسون بها، بادرة أثلجت قلوب هؤلاء الأطفال. تبرعية حلت بزاف المشاكل تاعنا خصوصا تاع النقل، واش اللي عندي نقول له شكرا. شو الفرحة ديالتي على أني غادي نقبض أنا بسيكلت نحل كل لا يتصورش. نعتقد تم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على المبادرة التي قدموها للتلاميذ نظرا للصعوبات التي يجدونها إلى المؤسسة. عملية توزيع الدراجات تقف وراءها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الغاية تيسير الحياة المدرسية وتشجيع استعمال وسائل النقل غير الملوثة. قمنا اليوم بحضور كل الشركاء المحليين بتوزيع 500 دراجة هوائية على الأطفال القاطنين بواحة النخيل والدواوير المجاورة. مرامنا الرئيس تسهيل ولوجهم ووصولهم إلى المدارس. المبادرة تدخل في إطار برنامج تنمية وحماية واحة مراكش، برنامج أطلق سنة 2007 وحقق نتائج هامة على مستوى إعادة إحياء تراث واحات النخيل والتحسيس والتربية البيئية. ونبقى